انت يا ولا انت يا زفت، وحياة امك وحياة امك، ما لو خليك بيدي اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ، كل الحاجات دي باظت، انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما اعبد، لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع، انت فاهم؟ لا من الناحيه دي اطمن. اطمن؟ اطمن على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه، كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قول لي. الوكمان؟ عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ شر عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصة؟ نص جنيه في عينك مصاصة تقلا تقلا، انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمة البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنة كمان. انت عايزني استحملك سنة كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنة الجاية اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان بيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت، انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت، ده انت بتشتغل كونسري. عموما نو بروبلم نو بروبلم، امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتوع المصاصة. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصة، انا حاسس وهي ساعتين ثلاثة كده وهيعطف عليا، مش معقولة يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي. كده تمام تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان؟ ست أيوة نجوان؟ ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل للترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان. ست نجوان. نبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابلة سلوى. ابلة سلوى. ابلة سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلت لي هتعملها لي؟ خمس دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابلة سلوى. ابلة سلوى. ابلة سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. شكرا قوي. ابله سلوى. ابله سلوى. يهو ابله سلوى. في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. ابله سلوى. ابله سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي. شكرا قوي. عم بيرم. عم بيرم. ايوه يا ابني. بيرب. ايوه يا ابني.
بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت عم بيرم؟ بكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك، شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك عم بيرم. عم بيرم عم بيرم النبي، انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره؟ حاضر. شكرا حاضر. عم بيرم عم بيرم النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه، لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل ومتشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. شكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم يا عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 يا رب، ولا ماركه تانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني، كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا متحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف ياض يا جوده، انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين، اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش ياه. بصراحه بصراحه قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين 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 السين. يا رب بارك في البضاعة. السين 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 السين. يا فاشل يا عرب الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه وفشلة ومتأخرين، بس احنا مالناش دعوة، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي. اه يا نصاب يا فاشل، واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل وستين فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تقولوا لي الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه الشاكوسي بتاعي؟ ايه ده دي انا فاكرها غلطت اول مره. اه الشاكوسي بتاعك حضرتك، ما اسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحة. اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه. فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتي من ايه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه غلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفيه السخن هنوزيها مع الثانيه عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ الشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات
في ايه؟ يا سادة ظريف وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع التلاجة اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل يالا، عايز ايه؟ وانت يا حلو، انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيزي الفاشل؟ ده هيسرق الزبون، يا نهار اسود. لو سمحت، لو سمحت الزبونة دي بتاعتي. بقول لك ايه؟ احنا نروح بقى على الاسم والظابط نشهده على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونة دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها، اوعى ايدك. مش حريكي تتعاملنا مع بعض، وبالاماره بوصي لك حاجه مهمه في عندكم. اسمها ايه؟ الشاكوس. سمعت؟ انا بوصي لك الشاكوس. اه والله انا مش رايح اسم، لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه. افرض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يتبارك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوصي لك حاجه؟ بوصي لك ايه؟ ايوه الشاكوس بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص، طالما اتحرشت التحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجي لك. اتفضلي على الاسم، بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يابا يابا رامي. يا يابا يا يابا، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ طيب فندم، ست مختلفة يا فندم، في حاجة اسمها أصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست أنا اكتشفت إن هي اللي عندها حمام ولا بيت أصلا، ومهموسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على أي حاجة وهو ما بيشهدش في الحقيقة أبدا. أنا مصدوم حضرتك، مفيش أصلا قضية. وبعدين الجو دوت، أنا لا صيني ولا حاجة، أنا راجل عادي، بس أنا بشتغل في المنتجات الصيني مش أكتر يا فندم. ده عبد العزيز أشهر واحد في البلد يبوظ الأجهزة. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا، وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي. بصلح. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه، احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطب. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز، هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد، ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني، واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر. عينيا الاثنين. يلا بوظه يا سافي. يلا يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي، بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا، يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز، هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز، انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ، خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونبي يعني ما تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي، بس الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل، انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عن ايه. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. ما تؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده، الراجل ده. علي. يلا بره. من هنا. يلا يلا
يلا يا حبيبي يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرفه داهيه. امرني يا عبد العزيز. ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. عيني. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست بتتعنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوزي الشاكوزي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولي القعده بصها انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوف الشاكوزي. لا احجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها اللي عندكم جوه شا... عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. يلا هتبقى... في شاكوزي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا. يلا احجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. الله يخليك. عادي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. وما فيش بيت معاك.